بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان الدين. يسركم الطريق لقراءة التعليم على اليوتيوب وتستكمل مع حضراتكم تسجيل الشروط المتميزة. اليوم هنتدرب على حل اختبارات كامبريدج 2014 النسخة اللي هي اللغة العربية. اليوم الامتحان اللي هنحله مع بعض هو أكسس 2014 وما يعادله الأي سي دي إل فيرجن 5. إن شاء الله هيكون لنا لقاء آخر في حل هذا الاختبار باللغة الإنجليزية. أسفل هذا الفيديو سوف تجدون الرابط أو اللينك الخاص بتحميل نسخة اختبارات كامبريدج 2014. دائما وأبدا نسعد بمتابعتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب ونطر النجار التعليمية على اليوتيوب www.youtube.com/مسطر النجار أو مدونتكم نطر النجار التعليمية مسطر النجار www.blogspot.com أو منتدياتكم الوزارية www.formas.com/formas.bhb. تعال بينا نبدأ الجزء العمل. بعد تصطيب البرنامج هيقوم بإنشاء إختصار على سطح المكتب بهذه الطريقة. تضغط بالكليك عليه أو كليك يمين وتختار Run as Administrator، أو كان ممكن من قائمة ابدأ تختار All Programs and All Programs، تبحث على تاج كامبريدج ثم تختار اختيار الثاني تاج كامبريدج Exams. الإصدار دي 2014 يا جماعة مش 2010، أنا بتكلم على الإصدار. ثم نقوم مع بعض كده بعملية التشغيل. انتظر الى ان يتم التحميل. الصندوق الاولاني ده الكلام ده لو كان امتحان عملي او فعلي بكتب الاي بي ادرس اللي من خلاله اقدر الامتحان يكون فعلي، وبدخل على قاعده البيانات الخاصه بكامبريدج وتقوم برصد الدرجات او اكتب اسم السيرفر. احنا دلوقتي امتحان تدريب، هقول له كلوز، ثم بعد ذلك الاصدار هي رقم كام؟ الاصدار 2014 الفيرجن 4.0.03. هنحول الى اللغه العربيه، ثم بعد ذلك تكتب اسم المترشح سواء كان اسم او رقم، سواء كان عربي او انجليزي، سيان، بعد ذلك تكتب كلمه المرور ديمو دي اي ام او باللغه الانجليزيه كابتن او اسمر. مذكركم تاني ان الاصدار ديت 2014 ودي رقم الاصداره، ثم نضغط على دخول، ثم هنختار برنامج اكسس اللي هو اسمه قواعد البيانات او داتابيز. عندها هو اول اختيار عند تحديده هيظهر هذا الرمز، ومده الاختبار 45 دقيقه، مكون من ثلاث اجزاء، كل جزء عباره عن 7 اسئله. مطلوب جدا انك تركز في المسافات وفي التاء وفي الهاء، الحاجات دي مهمه جدا. مطلوب جدا انك انت تقرا السؤال جاي بطريقه جيده على سنة تقدر، لان قرايه السؤال يترتب عليها الاجابه. ادي ملاحظات، عندك 3 اجزاء، انت في الجزء الاول، خد بالك من الاحرف الاضافيه او المسافات لانها قد تؤدي الى اجابات خاطئه. يبقى انت قد تعتقد انك انت جاوبت اجابه صحيحه ظاهريا، لكن بالفعل لا يتم رصد الدرجه بالنسبه لك. هضغط على موافق. السؤال الاولاني من قاعدة بيانات أكاديمية طلال أبو غزالة، احنا بالفعل داخل قاعدة بيانات طلال أبو غزالة. أكمل المهام التالية: إنشئ جدول جديد. إنشئ يعني تبويب إنشاء، هذا إنشاء أو كرييت. إنشئ جدول يبقى هو المقصود به تصميم جدول. نقرأ كده جزئية جزئية وبعدين نحول إلى اللغة العربية. طيب إنشئ جدول جديد في طريقة التصميم، أضف حقل جديد باسم إيه؟ المهم الاسم بتاعه، أسماء الأكاديميات، أسماء شفت بالألف عشان الهمزة، وبعدين تكتب اسماء. ناخد بالنا الحاجات الصغيره دي تحتها عليك درجات لو انت ما ركزتش فيها، في النهايه هتلاقي نفسك جايب 97 او 95 او 93 رقم انت ظاهريا حل الامتحان صح. اسماء الاكاديميات، ادي الالف، بعدين لام الف عليها الهمزه، وبعدين خد بالك من عمليات ادي اسماء الاكاديميات، ثم بعد ذلك اضغط على مفتاح تاب النوع، ادي النوع نص، ثم الحجم من تحت الخصائص تكتب 45. يبقى احنا دلوقتي اضفنا ادي اسماء اتاكد منها الاكاديميات النوع نص، ادي 45، ده الجزئيه الاولانيه. بعد ذلك بيقول لك احفظ الجدول الجديد باسم الاكاديميات ثم اغلقه. احفظه، بروح لقائمه ملف، وقائمه ملف اعمل حفظ واسميه الاكاديميات. بيقول لك احفظ الجدول باسم الاكاديميات، يبقى الالف عاديه وبعدين شفت واللام الف عشان الهمزه، وتكتب البيانات صح بهذه الطريقه الاكاديميات وتقول له موافق. هنا في ملاحظه يا شباب، طالما انت لم تقم بتعريف احد الحقول كحقل اساسي او كمفتاح اساسي هو بيعرفه، فبيقول لك ملاحظه ان هو هيقوم بانشاء مفتاح او حقل اساسي، مطلوب انك تحذفه. يبقى اجي رايح دهوت احدده، ومن تصميم اختار حذف صفوف اهوت، او كليك يمين واختار حذف يتم حذفه، ثم بعد ذلك اغلق هذا الجدول. هنقوم بعمليه الاغلاق. التالي السؤال رقم 2، اكمل المهام التاليه: عدل الجدول. عدل الجدول يعني تعامل مع جدول في وضع عرض التصميم. اسم الجدول ايه؟ المواد المطروحه. هروح لجدول اسمه المواد المطروحه، اضغط عليه كليك يمين واختار عرض التصميم.
قال لك اول حاجه رقم الماده، رقم الماده نوع البيان رقم كبير جدا. طب نخش بقى في الخصائص، ندخل في الخصائص حجم الحرف عدد صحيح. لا قال لك ايه؟ قال لك عدد صحيح وليس عدد صحيح طويل. يبقى لو نحدده نختار عدد صحيح. مفتاح اساسي يبقى هتحدده وتضغط على مفتاح اساسي ده للتصميم او كليك يمين وتختار مفتاح اساسي. ده الجزء الاولاني. بعد ذلك نحرك في التمرير عشان فيه لسه سؤال ده طول شويه. ثم اضيف الحقل، اضيف حقل ثاني يبقى بعد رقم الماده اضيف حقل اسمه اسم الماده، المادة اسم المادة بالتاء المربوطة ما ننساش. ادي اسم المادة نوعه نص، ادي النوع نص. الحجم قال لك 55 وليس 255، تغير الخصائص تخليها 55. ثم بعد ذلك ننتقل الى السؤال الجزئية الثالثة من هذا السؤال. ضيف حقل جديد، ما تحركش التمرين فوق اهوت، تحت اسفل المادة هنكتب حقل المادة، حقل المادة. طب نوع ايه؟ مذكرة. ناخد بالنا من المذكرة، هتختار نوع مذكرة. خلاص انتهى لحد كده. بعد ذلك في جزئية، في لسه في جزء رابع لهذا السؤال اللي هو أدف الحقل الرابع. هنطلع فوق ونضيف بعض حقل المادة، هنضيف حاجة اسمها تم التأكيد. ناخد بالنا كده من التأكيد، شفتوا الألف على همزة على أساس تم التأكيد. ثم نوع الحقل، النوع بتاعه نعم ولا، هنختار نعم ولا. قال لك القيمة الافتراضية لا، لا ناخد بالنا من الجزئية دي اللي هو لما يكون الحقل لوجيكال يعني يس ونو يعني اون اوف، يبقى القيمه تحته صفر وواحد. صفر اذا كان القيمه اذا كان لا، واحد اذا كانت ايه اذا كان نعم. طالما هو لا يبقى القيمه الافتراضيه بتاعته صفر كده، ما تعدلهاش كده صحيح كده 10 على 10. احفظ التعديلات واغلق الجدول، احفظ التعديلات واروح من قائمه الى واضغط على امر حفظ ثم اقوم باغلاق الايه الجدول برافو عليك، وبعدين اضغط التالي. التالي بيقول لك ادخل السجل التالي في جدول البرنامج التدريبي، هتروح لجدول اسمه البرنامج التدريبي، هتضغط عليه دبل كليك اسمه البرنامج التدريبي، وبعدين اكتب البيانات دي 0 3 3، وبعدين مهارات الاداره، مهارات الاداره اهي زي ما احنا شايفين مهارات الاداره، ثم الثاني الياء تحت نقطتين، ثم 58. طيب هل الاداره ديت تحتها همزه؟ هو عامل همزه فانا بعدلها يا شباب، انا لازم اعدلها عشان ما يكونش فيه خطا. ادي الاداره بالطريقه دي كده برضه هو بيعدلها. خلاص اوكي ما فيش اي مشكله. بعد ذلك بعد ما دخلت البيانات هتلاحظ ان 0 3 3، الصفر موجود على الشمال فبيتم حسابه ب 33. مهارات الاداره الثاني 85، ثم اغلق الجدول. هقوم بعمليه اغلاق للايه؟ للجدول بهذا النحو. طيب اقول له التالي، افتح جدول المجامع واكمل المهام التاليه. هفتح جدول المجامع اهو، قال لك احذف السجل الاخير، احدد السجل الاخير واضغط على كليك يمين عليه واقول له حذف سجل او ديليت من تحت المفتاح يتم حذفه. عدل المجمع اللي هو بلا او بلا اهو، دبل كليك وسميه سيما، ناخد بالنا من التسميه بعد ما كتبنا الاسم. ثم احفظ الجدول، اروح من قائمه ملف اختار حفظ على هذه الطريقه. بعد ذلك اقول له التالي، نقول له التالي. خلاص يبقى كده هضطر ان اقفل هذا الجدول. افتح نموذج الاجابه، ادي نموذج الاجابه دبل كليك عليه واجب على الاسئله التاليه. هل من الممكن انشاء نموذج الاعتماد على جدول؟ ايوه نعم. يبقى الاجابه انه نعم، لانه ممكن انشاء نموذج بالاعتماد على الاستعلام. ما هو اول مكون من مكونات قواعد البيانات؟ اول مكون اللي هو الجدول واهم مكون. جميل جدا. ثم اغلقه، بعد ما كوبت تقول له اغلاق ثم اقول له التالي. احذف الجدول اللي اسمه البرامج التدريبيه، البرامج التدريبية هو تضغط كليك يمين عليه واختار حذف فيتم حذفه. التالي السؤال رقم 7، اعد تسمية جدول مهمتنا الى رؤيتنا. ادي مهمتنا، تضغط كليك يمين عليه وتختار اعادة التسمية وتسميه رؤيتنا، رؤيتنا، وتأكد انك كتبت صح وتضغط انتر برافو عليك. ثم اضغط التالي موافق. ننتقل الى الجزء الثاني من الاختبار، ننتقل الى الجزء الثاني من الاختبار برضه مكون من 7 اسئلة. نشوف كده مع بعض، هنقول له موافق. هنا بيقول لك انت في الجزء الثاني من 3 اجزاء مع ملاحظات. هنبدا بالاجابه على قاعده البيانات المجمع العربي للاداره، تاكد انك في قاعده البيانات المجمع العربي للاداره. اكمل المهام، انشئ جدول جديد، انشئ جدول جديد، تروح لتبويب انشاء ثم تصميم جدول. البيانات اللي يتم ادخالها ايه؟ رمز الشركه، اكتب ادي رمز الشركه بالتاء المربوطه، وتاكد انك باللغه العربيه وليس باللغه الانجليزيه. ماشي، رمز الشركه، رمز الشركة، نوعه رقم، عدد صحيح، يبقى ده النوع رقم، ونغير بدل ما هو عدد صحيح طويل هنخليه عدد صحيح.
ثم بعد ذلك ننتقل الى الجزئيه الثانيه من هذا السؤال، ثم اضف الحلق للحقل الجديد. الحقل اسمه اسم الشركه، اسم الشركه بالتاء المربوطه، اسم الشركه، اضغط المفتاح تاب، ادي نص الحجم 55، تكتب 55، ثم ننتقل الى الجزء الثاني. الجزء الثاني برضو اضف، هنقوم باضافه حقل جديد. الحقل الجديد اسمه الدوله، ادي الدوله، نوعه نص، الحجم بتاعه 40. ناخد بالنا من الحاجات البسيطه ديت، 40، ما تكتبش لا ازيد ولا اقل، التزم بالتعليمات فقط. ثم ننتقل الى الجزء الرابع، عين الحقل رمز الشركه مفتاح اساسي، هطلع فوق ثم احدده. لما تحدده كده تختار مفتاح اساسي، ممكن تكليك يمين تختار مفتاح اساسي، لازم مفتاح اساسي. احفظ الجدول باسم الشركات الزميله، هتروح من قائمه ملف تقول له حفظ وتسميه الشركات الزميله، الشركات الزميله، ولازم تاخد بالنا الشركات الزميله بالتاء المربوطه، تمام. ثم اقول له موافق. بعد كده هتقول لي انا طالما حفظت هينشئ، لا هو خلاص انت طالما انت قمت بانشاء مفتاح اساسي خلاص مش هيضيف هو مفتاح اساسي او معرب. بعد ذلك تضغط الجدول في الاطلاق الجدول التالي، افتح جدول امتحانات المجمع، ادي جدول امتحانات المجمع، ثم قم بالاجراءات التاليه. عايز نحذف 2 و3، ادي 2، ادي الرقم اهو، ادي 3، تحدده. ممكن تروح للتصميم وتختار حذف، او تضغط دليت من لوحه المفاتيح مباشره فيتم حذفهم. طب اكتب النص مبنى الاكاديميات، هنكتبه فين؟ في مكان الامتحان لجميع السجلات. يبقى تعالى بينا نكتبه هنا، هو شوف كده، مبنى الياء بدون نقط يا شباب، الياء بدون نقط، مبنى مسافه مبنى الاكاديميات. ناخد بالنا نشوف، لازم تتقيد بالبيانات زي ما احنا قلنا، الاكاديميات ادي مبنى الاكاديميات، مبنى للياء بدون نقط، والاكاديميات مكتوبه صح اللام الف عليها همزه. ثم بعد ذلك تقوم بعمليه التحديد وعمليه النسخ اهو، كليك يمين نسخ، ثم في كل قسم من كل حقل نقول له لازم انت عندك 4 على هذا النحو، عشان بس عامل وقت مهم جدا بالنسبه لنا. بعد ما خلصنا يقول لك احسب كلمه متقدم، هتروح لكلمه متقدم ده هي ناخد بالنا عايزه براحه شويه او عايزه مهاره، على اساس اهو كده حددناها بالظبط، واضغط على دليل من لوحه المفاتيح يبقى اهو. ثم بعد ذلك ابدا احسب كلمه متقدم، كل ما تقابلك حددها واضغط دليل، كل ما هم عندنا 3 بس حدده واعمل دليل. خلصت اينما وجدت، ثم اغلق الجدول، اقوم بغلق الجدول التالي. السؤال رقم 3، اكتب السجلات التاليه في جدول المسمى امتحانات مستقبليه، ادي امتحانات مستقبليه، افتحه دبل كليك، ثم ابدا اكتب الطابق الاول، كتبناه الاول لام الف عليها همزه الاول، وبعدين ضغط تاب اقول له خبير اداره، التاء مربوطه، خبير اداره، ثم ادي 7، ادي 14، بعد ذلك ادي الطابق الثالث، وبعدين اقول له مدرب محترف 19، تمام كده خلصنا. نتحرك كده شريط التمرين كده اسفل كده، ثم اغلق الجدول او عمليه الاغلاق، اقول له التالي. السؤال رقم 4، انسخ الجدول الطلاب، اروح لجدول الطلاب كليك يمين عليه واعمل عمليه نسخ. طيب واحفظه باسم جديد، يبقى في نفس المكان اضغط كليك يمين واعمل لازم. الاسم الجديد اسمه المشاركين الجدد، يبقى المشاركين الجدد مستخدمين البنيه والبيانات، ادي البنيه والبيانات، يبقى المشاركين الجدد البنيه والبيانات، تقول له موافق ثم اضغط التالي. السؤال رقم 5، انشئ نموذج عمودي يعتمد على جدول الشهادات. هننشئ نموذج عمودي، يبقى هتستخدم معالج النماذج. من معالج النماذج اقول له ان فتح لو ظهرت هذه الرساله، هتنشئ هذا النموذج على ايه؟ على جدول اسمه الشهادات، يبقى انا في جدول واستعلام هنختار الشهادات، والشهادات هنضغط على الكل، هي هو بس حقل واحد، ثم اضغط التالي. قال لك هتنشئه التخطيط بتاعه عمودي، لو قرينا ادي عمودي اقول له التالي، ثم بعد ذلك هنسميه شهادات صادره بالتاء المربوطه على هذا النحو، لازم تتاكد شهادات صادره، يبقى ادي الاسم، تكتب شهادات صادره بالتاء المربوطه، هتقول له انهاء. بعد ذلك قال لك ملاحظه مهمه جدا، لا تقوم باغلاق النموذج الا ستفقد علامه هذا السؤال، يبقى اسيب النموذج ما هو مفتوح واضغط على التالي. احذف الجدول اللي اسمه ندوه، اروح للجدول اللي اسمه ندوه احدده وكليك يمين عليه واختار حذف،
طلعت لي رساله تحضيريه واقول له نعم، ثم اضغط على التالي في جدول الدورات المتخصصه. اروح لجدول الدورات المتخصصه، عد الحقل الدوره. اول ما يقول عد الحقل الدورات يبقى خاص بالتصميم، يبقى عد الدورات المتخصصه اهي، اضغط كليك يمين عليها واقول له عرض التصميم، ثم هنعدل الحقل اللي اسمه الدورات. ما فيش غير حقل واحد فقط، المفهرس دوت هنخليه مع السماح بالتكرار، يبقى هنختار نعم التكرار مقبول، يبقى احنا غيرنا. بعد ذلك ثم اغلق الجدول، هنقوم باغلاق الجدول. هتظهر رساله هل تريد الحفظ؟ بالتاكيد اريد الحفظ، هقول له نعم، فيتم اغلاقه على هذا النحو. بعد ذلك ننتقل الى الجزء الثالث، ادي نعم، وننتظر ان يتم تحميله. بعد ذلك ده الجزء الثالث بنفس التعليمات. اول حاجه افتح قاعده بيانات ابو غزاله للترجمه، هتضغط على الملف، هتختار فتحه، من فتحه هتختار السين، هنحدد السين، ثم كمل وتحط قاعده بيانات ابو غزاله للترجمه، هتقول له فتح. ده الجزء الاول. الجزئيه الثانيه، انشئ نسخه من جدول ترجمات حاليه واحفظها باسم ترجمه انجليزيه. هتروح للجدول اللي اسمه ترجمات حاليه، ادي ترجمات حاليه، هتعمل كليك يمين عليه وتعمل نسخ. بعد ما عملت نسخ تضغط كليك يمين وتعمل لازم الجدول ده هنسميه ايه؟ هنسميه باللغه العربيه اللي هي ترجمه مربوطه انجليزيه، ترجمه انجليزيه، ناخد بالنا من التاء المربوطه. طب مستخدما ايه؟ البنيه والبيانات، تاكد انك البنيه والبيانات، ثم موافق، ثم اضغط التالي. السؤال الثاني، انشئ جدول جديد. انشئ، يبقى هتروح لتطوير انشاء وهتختار تصميم جدول. من تصميم جدول هندخل هذه البيانات اللي هي رقم المستند، رقم المستند، وتأكد انك تكتب صح والا هتفقد الدرجات. نوعه، نوع البيان رقم. العدد يبقى هتخش في الخصائص اللي هو الحقل، هتخليه عدد صحيح. طيب ده الجزئيه الاولانيه. نبدا بعد ذلك الجزئيه الثانيه، هتضيف حقل جديد. الحقل الجديد اسمه المستند. المستند تأكد انك كتبت صح. نوعه نص، الحجم بتاعه 44 دبل كليك 44. ثم بعد ذلك نخش على الجزئيه الثالثه اللي هتضيف برضه حقل جديد. ادي حقل جديد اسمه اسم المترجم. اسم المترجم ده الحقل، نوعه نص، الحجم بتاعه 33. تأكد الحجم بتاعه 33. ثم انتقل الى الجزء الرابع، اضف حقل جديد برضه نفس الطريقه. نضيف حقل جديد، نتأكد ان احنا في العملية صح كده اهو. بعد اسم المترجم حقل جديد اسمه لغتان، ادي لغتان. نوع الحقل نعم ولا، نوع الحقل ادي نعم ولا. القيمة الافتراضية هتكون صفر اللي هي لا. طيب بعد ذلك نكمل مع بعض. يقول لك اجعل رقم المستند مفتاح اساسي، ابقى احرك شريط التنبيه، رقم المستند، رقم المستند تحدده وتخليه مفتاح اساسي. ثم احفظ الجدول الجديد باسم مستندات للترجمه، هتروح من قائمه ملف تختار امر حفظ وهتسميه مستندات للترجمه، مستندات للترجمه بالتاء المربوطه. بعد ما اتاكدت منه هتعمل موافق، ثم تقول لك قم بغلق الجدول. هنقوم بغلق الجدول على هذا النحو. السؤال التالي، السؤال التالي هو التالي، انشئ نسخه من جدول اعمال الترجمه. ندور على هذه اعمال الترجمه، هيبقى كليك يمين ونختار نسخ، وبعدين هنلزقه باسم الاعمال، يبقى كليك يمين، تاكد انك واقف صح في المكان الصح، واضغط كليك يمين وقول له لزق. هذه لزق جدول هتسميه الاعمال. الاعمال يبقى لام الف بالطريقه دي كده، يبقى الاعمال لام الف عليها همزه على ان يتم لزق البنيه، تختار البنيه فقط، البنيه فقط، ثم تضغط على موافق. برافو. اضغط على التالي. السؤال رقم اربعه، اكتب السجلات التاليه في جدول مشاريع الترجمه. هروح لمشاريع الترجمه، ادي الجدول اهو اسمه مش مستندات للترجمه، اسمه مشاريع الترجمه. دبل كليك، هقوم بفتحه واكتب الارقام، ادي 12، وبعدين ادي 552، ونكتب محمد، ونكتب ترجمات فوريه، ترجمات فوريه بالتاء المربوطه، ثم رقم 13 553، هتكتب سعيد، هذا الاسم سعيد، ثم ترجمه، ناخد بالنا انها بالتاء المربوطه، مسافه، مستندات كده. انت خلصت، ثم اغلق الجدول. هنعمل عمليه غلق الايه؟ للجدول التالي. سؤال رقم خمسه، اقوم بحذف جميع السجلات في جدول ترجمه قديمه. هروح للجدول اسمه ترجمه قديمه، افتحه دبل كليك عليه، ثم احدد
جميع السجلات عن طريق ضغط السحب بهذه الطريقه، ثم اضغط ديليت من لوحه المفاتيح فيتم حذفها، ثم اغلقه ونقوم بعمليه الغلق. التالي صار رقم 6، انشئ استعلام يعتمد على جدول اللغه الفرنسيه. يبقى انت في تبويب انشاء هتختار معالج الاستعلامات، معالج الاستعلامات البسيطه موافق، ثم بعد ذلك هنختار النافذه التي تظهر اللي هو الاستعلام هيتم انشاؤه على جدول اللغه الفرنسيه. هنختار اللغه الفرنسيه، حدد لنا دلوقتي هنختار حقلين بس، اسم المستند، احدد اسم المستند واضغط على علامه القرنين، ادي اسم المستند وديانات الترجمه، ديانات الترجمه اهو كده تمام، برفع عليك ثم اضغط على التالي، ثم هنبدا نكتب اسم لهذا الاستعلام، اسمه استعلام الفرنسيه، استعلام الفرنسيه بالتاء المربوطه، ولاحظ ما تسيبش المسافه، في مسافه بين الاستعلام الفرنسيه وبالتاء المربوطه، ثم اقول له انهاء. بعد ذلك ثم اغلق الاستعلام، هنقوم بغلق الايه؟ الاستعلام. السؤال التالي وده اخر سؤال لنا، قم بعرض النموذج اللغات الايه؟ المعتمده. يبقى حرك زيت التنبيه، ادي نموذج اللغات المعتمده اهوت، هعمل عليه ايه؟ قم بعرضه يعني قم بفتحه، يبقى ارفع دبل كليك. طيب وقم بادخال المعلومات التاليه، اسم المستخدم في خانه اسم المستخدم هنكتب مترجم، ادي مترجم في خانه اسم المستخدم مترجم، وفي كلمه السر نحرك كلمه السر 4 5 6، ثم بعد ذلك قال لك اضغط انتر، ضغطت انتر، ثم اغلق النموذج، ثم اقوم بغلق هذا النموذج، ثم اضغط على التالي، برفع عليه كده خلصت الامتحان، اضغط على انهاء الامتحان التجريبي واقول له نعم وانتظر بالتاكيد الدرجه النهائيه زي ما احنا تعودنا من خلال تدريباتنا، الا اذا كان حدث سهو نسينا همزه او زودنا مسافه، لكن هي دي الافكار الخاصه بالامتحان كلها. وان شاء الله انا بتمنى لكم ابدا دائما وابدا الحصول على اعلى درجات نهائيه عن طريق التدريب الجيد وحسن الاستماع وحسن المتابعه لكم طريق النجاح التعليميه زي ما احنا شايفين مع بعض. سعدت باللقاء مع طارق النجار من قناة طارق النجار التعليمية، وأتمنى أن أكون وفقت في التدريب على حل اختبارات كامبريدج أكسس 2014. دائما أود أن تتابعونا على قناتنا وعلى قناتكم على اليوتيوب، قناة طارق النجار التعليمية على اليوتيوب www.youtube.com/mr.tarik-al-najar، أو مدونة قناة طارق النجار التعليمية mr.tarik-al-najar1.blogspot.com، أو منتديات كنوز الطارق www.forums.kunuz.com/forum.php. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.